إلى ابن تيمية. الكلام عن ابن تيمية في مسألة مهمة، وهي مسألة ابن تيمية وعقيدة السلف. تكلمنا نحن على ابن تيمية في هذا الباب. هنا الكلام على ابن تيمية رضي الله عنه وارضاه، والكتب التي أصل فيها على أصول السلف ورد فيها على المبتدعة. هذه مسائل كثيرة نتكلم فيها، لكن الآن نتكلم على إجلاء من الذي جل لنا عقيدة السلف. هذه المسألة الثانية نتكلم عنها في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام، اختلاف ابن تيمية مع السلف، هل اختلف ابن تيمية مع السلف أم ماذا؟ أولا أقول ابن تيمية من أفضل ما فعله ابن تيمية في هذه العصور التي عاش فيها وحده يصارع وينافح أهل البدع والضلالات، هو أنه أجلى لنا عقيدة السلف. في المتأخرين ثبت الأصول والقواعد والتأصيلات على عقيدة السلف، لذلك جابه ومن جابه. يعني تعرفون الحصني صاحب كتاب شرح كتاب متن أبي الشجاع يقول هذا الكافر على ابن تيمية، يقول هذا الجاهل الكافر الكذا، وسبه وعقد له مناظرة وبيانه. يعني هو طبعا لأنه أجلى عقائد السلف وفضح وجعل عقائد الخلف تنهار، وتكلم وطبعا كان يعني بين جدا موضع الأشاعرة من أهل السنة والجماعة والمعتزلة والجهمية، هذا أثر فيهم جدا. حتى السبكي الكبير يعني سبه وتكلم عنه بكلام، لعله بهذا أيضا يعني الله تعالى كافأ الجميع الذين يعني نواؤوا ابن تيمية وأساءوا إليه، خلاص بقى الله تعالى أخفض لهم مكانتهم، ما في مكان عندهم، ما عندهمش مكانة بحال من الأحوال. فكانت المسألة أنهم يعني ضربوا في صرح عظيم يؤسس لدين الله جل وعلا وينشر دين الله جل وعلا، فأرادوا بذلك أن يعني أن يستنقصوا من 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 قدره ومن حاله، ولكنه بقي جبلا شامخا صلدا يقف أمام الجميع يبين الحال. وهذا الحقيقة، يعني هو قد بين ذلك ابن تيمية وأظهر ما عنده من العلم علم السلف، وأخرج كتب السلف، وكان يكسر النقل عن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك ابن تيمية نفسه أنه بين أنه الاختلاف الذي ظهر بين السلف نادر وقليل في مسألة الاعتقاد، وصحيح كما قلنا توجيها بأنه إيش اختلف في إيش؟ في التطبيق، ليس في التأصيل بحال من الأحوال. وهو أصلا في مسائل العقيدة يعني ابن تيمية أجاب بإجابات سديدة وبيّن أن السلف اجتمعوا على أكثر مسائل العقيدة، وقال أن الخلاف الذي وقع في الصحابة كان قليلا جدا، ويقول بأنه وحدة المنهج عند الصحابة ظاهر. ونحن قلنا بأنه لا اختلاف في الاعتقاد، الاختلاف فين؟ في فروع، في الفروع، وهي مسألة التطبيق، لكن لا اختلاف في الاعتقاد. وهناك مسائل إذا نظرنا إليها تكلم فيها ابن تيمية وكان فيها بعض اختلاف السلف، رجح قول عن قول، منها نحن نؤصل فيها أن ابن تيمية كان على أصل السلف، كان على تأصيل السلف، ولذلك لا تراه بعيدا عن منهج السلف، وإن خالف في بعض المسائل كانت المسائل دي هذه في السلف فيها اختلاف، فيرجح قول عن قول. والاختلاف الذي وقع فيها اختلاف في إيش؟ في التطبيق لا في التأصيل، كما قال في آية فثم وجه الله، وأيضا في مسألة النفس، في مسألة الهرولة. فهذه المسائل تكلم عنها ابن تيمية، يحسب الجهلاء أنه خالف السلف وأنه أول وتمنعون التأويل. احنا قلنا أن الأصل عند أهل السنة والجماعة إيش؟ كلام على الزوائد مطلقا. لا، التأصيل العام في هذا الباب أن التأويل في هذا الباب لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. ولذلك ترى ابن تيمية يعني ينقل إجماعات السلف
في العقائد. وأيضا هو يتكلم رحمه الله عن نفسه في بداية العقائد قال إن المجيب ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، فإن كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء من زمان له سلف في كل ما قال، وينصر إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء. فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين. ومعنى أنها أن المسائل التي خالف فيها أمور أنها ليست خلافا في التأصيل بل هي خلاف في التطبيق ليس في التأصيل. وفي ذلك من هذه المسائل التي قلنا ابن تيمية يعني رجح فيها قول عن قول ولم يخالف السلف فيها وهو على اعتقاد السلف في المنهج، لأنه في التأصيل العام كما سنبين يوافق، عند التطبيق يكون فيه هناك بعض المخالفات. التأصيل العام أنه أن الصفة إذا أضيفت لله جل في علاه فإذا أضيفت ظاهرا فإنها تكون من باب إضافة الصفة للموصوف، من باب إضافة الصفة للموصوف إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. ولذلك نجد أنه قد درج في كلية ما هو مضاف لله من باب المعاني، قال بأنها صفة الموصوف، وقال أنه يضاف لله جل في علاه معاني وأعيان مستقلة لذاتها، فما أضيف من المعاني فهو إضافة صفة للموصوف، وما أضيف من أعيان فهو لا مخلوق لخالق. إضافة والإضافة تكون إضافة تشريف الكعبة بيت الله عيسى روح الله، هذه إضافة إيش؟ إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق لأنه عين مستقلة بذاتها. أما الكلام القدرة العزة العلم معاني 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 هو في معاني مستقلة بذاتها هذا خطأ، هذا الكلام لا تقوله خطأ، وانت تقول لي بقى تنصيب في الجارحة وغير الجارحة، هذا ما تقول في هذا الباب، هي المسألة على القسمين وانتهى، لهذا معنى المعاني. فهمت؟ حتى لما قلنا مثلا والصفات الخبرية هي مسمها عندنا أبعاد وإيش وأجزاء وليس عند الله، لا أنت في الحال بتقول أنها صفة من صفات التي أخبر الله بها عن نفسه، هذا الأسلم لك والأولى أن تقول بذلك في هذا الباب. مسألة النفس والذات قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أضاف له إنك أنت علام الغيوب. كتب على نفسه الرحمة قال موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إليه شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إليه ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذه أيضا يعني قال إن ذكرني في نفسي في الشاهد ذكرته في نفسي، وهنا إيش أضاف نفسي إيش نفسي إضافة مباشرة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إضافة مباشرة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. على هذا التأصيل أدرك بعض العلماء من ابن خزيمة صفة نفس الله جل في علاه، ومن العلماء وهم الجمهور هذا القول الذي نصره ابن تيمية قالوا إن المراد بالنفس ذاته عز وجل المتصف بالصفات، وليس المراد بها ذاتا مجردة عن الصفات أو أنها صفة لله تعالى، بل المراد بنفس الله ذاته المتصفة بالصفات لا المجردة. هنا ابن تيمية نحو بعض العلماء وقول الجمهور أن النفس هنا بمعنى الذات، أن النفس هنا أن الصفة هنا النفس هي الذات، لقولك في اللغة وإجماع اللغة جاء زيد عينه نفسه يعني ذاته. والحقيقة أن ابن خزيمة قال النفس صفة مستقلة، صفة من صفات الله جل في علاه وليست الذات، بل هي من صفات الذات. قال ابن خزيمة ذلك، وابن تيمية يقول هي الذات، وهو قول القول إيش كثير من السلف، لكن هو حدث اختلافه بين العلماء في التطبيق، لكن في التأصيل قالوا إذا أضيفت إلى الله جل في علاه يبقى هي إضافة إيه صفة للموصوف، وده ليس فيها تمة كلام، لكنهم قالوا أن الإضافة أنها ذات، وبعضهم قال هي صفة من صفات النفس، صفة من صفات الله جل وعلا. وأنا أدين الله بهذا أسلم لنا أن نقول بأن الصفة أنها صفة من صفات الله جل وعلا. وأحذركم الله نفسه
وأضاف النفس الله جل في علاه. ثانيا أيضا اختلف في قوله تعالى فثم وجه الله، عليه من آيات الصفات أم لا؟ التأصيل الذي يتفق به ابن تيمية مع السلف أن الصفة إذا أضيفت لله تعالى تكون إضافة إيش؟ صفة للموصوف، إضافة المعاني. ومن التأصيل المتفق عليه أيضا أن التأويل غير مقبول مطلقا وليس مردودا مطلقا، والأمر على تفصيل إن كانت هناك قرينة قوية داعية للتأويل وأهل السنة والسلف يقولون به. هذه التأصيلات لم يخرج عنها ابن تيمية في تأويلها أو في تأويله بهذه الآية، الوجه للجهة إضافة إلى أن هناك من سبق وقال أصالة بما قاله، يقول تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال شوف ولله المشرق والمغرب، السياق هنا لم تمع اعتمد على السياق في هذا الباب، مع أنه اتفق مع الجمهور أنها آية صفات. هو يقول الآن تمع هذه الآية ليست من آيات الصفات، هذه الآية ليست من آيات الصفات. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. تعددت أقوال أهل العلم في المراد بلفظ وجه في هذه الآية، وأقوال وأهمها القول الأول أن هذه الآية من نصوص الصفات، وهذا قول جماهير المحققين أنها تثبت وجه الله جل في علاه على ما يليق بجمال الله وكمال الله جل في علاه. من قال بهذا أحمد بن حنبل والدارمي وابن خزيمة والأصبهاني وابن عبد البر والسمعاني وابن تيمية في قول له، وابن القيم ابن تيمية أيضا في قول له قال بأنها من آيات الصفات لكنه رجح غير ذلك، وابن القيم والسفاريني والسعدي وأكثر مثبتة الصفات. قال ابن القيم الصحيح في قوله تعالى فثم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه، فإنه قد اضطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو قوله تعالى فثم وجه الله، وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الله وجه الرب حقيقة، فحمله على غير القبلة كنظائره بأكلها أولى. ومما استدلوا به أيضا أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل القبلة لها اسم يخصها وهي القبلة أما الوجه هنا وجه مضاف إلى الله جل فعلا فيكون وجها لله جل فعلا، فلا يدخل أحدهم على الآخر ولا يستعار اسمه له. نعم القبلة تسمى وجها كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها. السياق فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة مطلقة غير مضافة إليه، قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على شيء قدير. فهذا السياق في ذكر الوجهات المختلفة التي توليها الأمم وجوههم، ونزل عليه قول تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وانظر هل يلائم السياق السياق والمعنى المعنى ويطابقه أم هم سياقان دل كل منهما على معنى غير المعنى، وهذا صحيح الآخر فالألفاظ غير الألفاظ والمعنى غير المعنى، وهذه فيها دلالة على أن قول الله تعالى فثم وجه الله أنها إضافة صفة للموصوف، إضافة صفة للموصوف. وأن تفسير القرآن بالقرآن هو أولى التفسير ما وجد إليه السبيل، ولهذا كان يعتمد الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم. والله تعالى ذكر في القرآن القبلة باسم القبلة والوجه، وذكر وجه الله الكريم باسم الوجه المضاف إليه، فتفسيره في هذه الآية بنظائره هو المتعين، أن السنة دلت على أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، وهي بمثابة التفسير لهذه الآية، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. القول الثاني هذه الآية المراد بها القبلة والوجهة، ومن قال بهذا القول مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة ومقاتل والشافعي وابن تيمية في قول، والشوكاني وجمهور السلف وينسب هذا القول ابن عباس. يعني إذن هذه المسألة فيها أن الوجه هنا هو صفة من صفات الله جل وعلا، وأن الآية آية صفات. هنا خالف ابن تيمية ومخالفة ابن تيمية هنا في الوجه اختلاف في إيش؟ في التطبيق لا في التأصيل، لأنهم يقولون بالتأصيل العام كل معنى أضيف لله فهو صفة من صفاته، كل معنى أضيف لله فهو صفة من صفاته، وهذا معنى أضيف لله فهو صفة من صفاته. لكن ابن تيمية يعني قال أنها ليست من آيات الصفات، وأن صحيح أنها
من السياق أنها تدل على الجهة لقول المشرق والمغرب، والحديث ابن عمر رضي الله عنه الكلام على الصلاة أنه كان يصلي النافلة حيثما توجهت به راحلته، فأخذ من ذلك أن الوجه هنا يراد به الجهة. وقال حتى لغة العرب يقال بها ذلك، قصدت هذا الوجه يعني سفرت إلى هذا الوجه أي إلى هذه الجهة. وإن كان الكلام صحيحا عند ابن تيمية لكننا نقول له إيش؟ نقول له نعم كلامك صحيح في هذا الباب، نعم قد تأتي، لكن ليس هو في أصل اللغة. أصل اللغة أن الوجه لا يأتي معنى الجهة، والقبلة لها معنى، لها لفظ خاص بها. ومع ذلك ولو قلنا بأن السياق يفسر بأن المقصود بها الجهة نقول ونقول مع نقول ضمنا أنها قد تكون داخلة في المعنى، لكن التأصيل العام أنها آية من آيات الصفات تثبت الوجه لله جل في علاه. وإن قلت بعد ذلك أنها قد يفهم من ذلك أيضا الجهة، نقول مع إثبات الإيش؟ الوجه، ولأن المصلي إذا صلى قام يصلي فالله قبل وجهه، فالله قبل وجهه. نعم. وصح هنا مع قول السلف، وأن الآية آية الصفات، وذكرنا كثير من السلف قالوا بأن الآية آية صفات. ثم بعد ذلك تكلم عن الهرولة في، وهذه صفة أيضا تكلم عنها الإمام. إن شاء الله نرجع الكلام عليها في الدرس القادم، ولكن الآن نختم ببعض المصادر أو أبرز المصنفات التي سد فيها ابن تيمية لأهل البدع، وكشف فيها أهل البدع أصول المنهجية أهل البدع المفارقة لأصول أهل السنة السبعينية لابن تيمية، وله اسم آخر وبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة الباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد، وأمثاله من ابن سبعين يرد فيها على ابن سبعين أحد العالم الصوفية، أمثاله من الفلاسفة القائلين بالجمع بين الفلسفة والشريعة، واحتوى الكتاب على حكاية مذاهب الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام والمقارنة بينها ومناقشتها والرد عليها، اقتضاء الصراط المستقيم تكلم فيه عن مسائل التشبه باليهود والنصارى وعيادهم، الفتوى الحموية، الرسالة التدمورية، رسالة مراتب الإدارة، الاحتجاج بالقدر، الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، درء التعارض، تعارض العقل والنقل. وهذا الكتاب من أشهر كتب ابن تيمية التي تكلم فيها على الفلاسفة وما يتمسكون به من هذه السنة، وهو كتاب رد على الرافضة، ورافضهم أخبث خلق الله. ما زلنا نقول الرافضة أخبث خلق الله، الحوثيون أحفاد مسيلمة الكذاب، هؤلاء الذين يلوثون فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلنا رسائل كثيرة جدا منهم. هناك يقولون من أهل اليمن، يقولون لا، من يقول بذلك؟ الحوثيون لا يقولون بذلك، هذا أصل عقيدتهم المغروزة فيهم، يقولون ما أقيم على عائشة الحد إلى يوم الناس هذا. وأيضا الرافضة من أعظم الناس كيدا لدين الله جل في علاه. الرافضة الخبثاء هم أخبث من اليهود، أخبث من اليهود، ولذلك من هذه السنة قلما أظافرهم ورد على المبتدع الضال الرافضي، بل الكافر الرافض كلهم كفار، كلهم كفار. أيضا كتاب بيان تلبيس الجهمية، كتاب ابن تيمية في الرد على الفلاسفة وأهل الكلام وكافة الطوائف المنتسبة للإسلام المخالفة للسلفية ومناقشة مذاهبهم والمقارنة بينها، وهو من أعظم كتب ابن تيمية أوسعها، كتاب تلبيس الجهمية. فابن القيم أخذ الخط نفسه بنفس الكتب التي تبين منهاج السلف مع منهاج أهل البدعة والضلالة. نقف عند هذا، ويبقى عندنا الكلام على الهرولة. نعم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصبحت
أصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.